يا بسم الله. شوفوا الهبطة كي دايره. قال له في اللي احسن نطلعوا ولا الهبطة؟ خلينا نشدوا في اللعيبه تشد فوق من السماء البحريه. قلنا نحرك القمر نطلق نشد قاتل تقوم. يا الله يا لغوه يا لها من روعه. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. انها الروعه الايسلنديه كما يقولوا التوانسه. كل شيء فيها باهي يعني جد غاليه بزاف. هذه الدوله غاليه غاليه غاليه. فيها كل شيء غالي كل شيء. حتى الباركينغ تكحل يعني تخلص 900 كرون إسلندية. كرون إسلندية يعني تقريبا ما يعادل 600 أورو هيد باركينغ. يعني هنا عنده كل شيء بالكحل كل شيء تكح فيه. ولكن مهلي الباكوم يعني خدام مزيان حقه يقال. طول شحال هادو تشوفهم باع سمعتو باع حوالا عندهم الحولي. قال لك على فكره قال لك عندهم انواع الخروف احسن خروف كاين في الدول هذه العالم. لان الخروف يرعى طبيعي 100%. عنده هنا عشبة عنده يعني تفن عنده كل شيء يرعى يعني احسن انواع جودة الخروف في العالم. عندهم اصلا هذا عندهم الخيول الاسلامية ما لها من مثيل في العالم كامل. تمشي تقلب على لاغاس ديالكم كتلقاها يعني نادية. عندهم مهنة في الدولة سبحان الله. ما ديجا تصورت معهم قبيلة. صافي نكملو او كملي تنهبطو لتحت. يا الله رحمك هذه مع الدوج الحديد ومع السمديلات وتقدر تزلق ولكن على مهلك. تبعنا والو احنا غير سياح احنا ضيوف في رحمة الله. كلها أرض الله بحال اللي يقولوا تيخدم بلاد الكفار ولكن كلها أرض الله لا يمكننا إنكار ذلك. هي أرض الله. ما بقناش بزاف ولكن طلعة كانت صعبة. الهبطة صراحة سهلة. الهبطة ماشي صعيبة بحال الطلعة. الطلعة كانت شوية يعني تعيي. شوف في الدارين الطروش ومطوبينهم وبنينهم فوق الجبل. يا سبحانك. الخدمة الناس خدامين على راسهم. الناس خدامة خدموا ماشي خدامة خدموا. ودابا كيجنيو التيمار ديال داكشي اللي زرعوا. قال لك من زرع حصد. كانوا كيقراوها الناس تحت داك من جدة وجدة ومن زرع حصد. كانوا كيحصدوا. سير تخلص 8 اورو ديال الباركينغ. سير تخلص شحال من حاجة. سير تكري طوموبيل. سير دير أي حاجة لأن هاد خدامين بلادهم. هاد خدامين مزيان. مكاينش. هاد ما هي الخدمة. العمل عندهم مقدس بحال العبادة. هادشي اللي ناقصنا مع الأسف في الوطن العربي. يا الله